أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. مدونون قطريون يجعلون التايم لاين عنابي بعد انتهاء مهلة الدول الحصار، والجزيرة تطالب بحرية الصحافة، وفي ذكرى الانقلاب العسكري مصريون يغردون ماذا يعني الثالث من يوليو. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكاي بإيجي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك باختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. والبداية مع تطورات الأزمة الخليجية، حيث تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الاثنين تسلم ردا قطريا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار، في رسالة حملها وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والذي وصل الكويت صباح اليوم على رأس وفد رسمي. بينما قال بيان مشترك لدول الحصار الأربع إنها ستدرس الرد القطري. وفي تطورات الأزمة الخليجية نتابع أيضا وزير الخارجية الألماني زيغمار جابريل يقول إن أفضل سبيل لحل الخلاف بين قطر والدول الأربعة سيكون باتفاق في أنحاء المنطقة على منع تمويل الإرهاب. من جانبه قال الناطق الرسمي أو قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن الاتصالات الأخيرة بشأن الأزمة في الخليج أدت إلى ظهور تفاهم عام حول حل الأزمة عن طريق المفاوضات، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، فيما اعتبر خبيران دوليان في القانون الدولي هما ديسموند دا سيلفيا وهو مدعي عام سابق في محاكم الأمم المتحدة لجرائم الحرب، وريدني ديكسون وهو محام دولي أو دولي يمثل الحكومات وضحايا حقوق الإنسان، اعتبر إن مطالب دول الحصار تمثل إهانة للقانون الدولي ولتقاليد حسن المعاملة بين الدول. تصدرت عدد من الوسوم في أيضا في مسألة الأزمة الخليجية، منها وسم تايم لاين عنابي والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا قطريا على تويتر، تلاه هاشتاج استفدت من الأزمة، والذي أجمل عليه المدونون القطريون والمقيمون في قطر أبرز الدروس التي تعلموها من هذا الحصار. ثم بعد ذلك جاء هاشتاج علم قطر، والذي اكتسب به حسابات القطريين أمس تزامنا مع انتهاء مهلة دول الحصار. واسم أو هاشتاج تميم المجد، وظلت الوسوم القديمة حاضرة وبقوة مثل هاشتاج حصاري قطر. لكن كيف تحول التايم لاين للون العنابي؟ دعونا نتابع هذا الفيديو الذي يشرح ذلك. إذن تايم لاين عنابي بعلم قطر وهو باللونين الأبيض والعنابي، هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. أما على أرض الواقع فيتوجه عدد من القطريين والوفدين للتوقيع على صورة ضخمة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. ماذا قالت هذه السيدة اللبنانية بعد التوقيع؟ دعونا نتابع. اسمي ليلى هدوان لبنانية، لازم كون وفية وقول للدوحة أنا معك، وكنت مسجلة يعني كنت قاطعة تيكت ومسافرة من 5 أيام بس كنسلت التيكت وضلي، مش رح بطلع من الدوحة لتقطع الأزمة، وإن شاء الله حتقطع، بس تقطع الأزمة وترجع الدوحة مثل وقت جيت برجع بسافر وباخذ وقت. شيخ تميم كل الدوحة والمقيمين واللي برا معك.
حول الأزمة الخليجية أيضا دعونا نستعرض عدد من التغريدات حول الوسوم، والبداية مع تغريدة الإعلامي القطري جابر الحرمي بغض النظر عن من طلب تمديد المهلة في الأزمة الخليجية إلا أن المؤكد أن الشقيق الكويت قدم طوق نجاة لدول حصار قطر، وهو فضل يجب ألا تنسى هذه الدول. بينما يرى أستاذ العلوم السياسية محمد مختار الشنقيطي في تغريدته قائلا: فشل حصار قطر هو الضربة الموجعة الثانية لدول الثورة المضادة بعد فشل الانقلاب في تركيا العام الماضي، بشائر النصر تلوح في الأفق رغم الجراح. المدون محمد هنيد هو الآخر يقول إن حصار قطر جعل من التعاطف معها حدا فاصلا بين الثوري الحقيقي والثوري المزيف. الكاتب الكويتي عبد الله محمد الصالح هو الآخر غرد قائلا: لم يتركوا معتمرا ولا مريضا ولا طالبا ولا زوجا قطريا إلا وطردوه من ديارهم، ومن ثم يقولون تمديد المهلة من أجل شعب قطر، الأحرار يعرفون خداعهم. ثم يقول أيضا على تويتر الكاتب محمد الكواري يقول: استفدت من الأزمة، وذلك واسم انتشر أيضا، أن استثمار قطر الحقيقي كان في شعبها الوعي والتكاتف أثناء هذه الأزمة، يدل أو إن دل يدل على شعب واع راق ومتعلم. تغريدة أخرى من المدون محمد الشيخ يوسف يقول: تجربة إدارة قطر للأزمة تجربة فريدة، والتفاف الشعب حول قيادته وتناغم الخطاب الرسمي مع الشعبي يدعو للإعجاب. أحمد سليتي هو الآخر يقول: وافقوا بسرعة على التمديد وأصبحوا يتحدثون عن مخارج للأزمة بالرغم من أن قطر رفضت طلباتهم أو شكاواهم أو ملاحظاتهم، دخلنا في مرحلة حفظ ماء الوجه. أخيرا إلى أخي الصور وأبرز الصور التي تم تداولها بعد انتهاء مهلة دول الحصار أمس، فلنتابع. للجزيرة أيضا مطالبها، فإلى أولئك الذين يطالبون بإغلاق الجزيرة وإسكاتها والذين يسعون لحرمان الناس من الوصول إلى الحقيقة والخبر الصادق، أطلقت شبكة الجزيرة اليوم حملة بخصوص مطالب دول حصار على قطر، والتي من بينها إغلاق قنوات الجزيرة، قالت فيها إن الجزيرة لن تصمت على محاولة إسكاتها، طالبة بحفظ حق الناس في الوصول إلى المعلومات بلا انحياز أو تهديد. وجاء في حملة الشبكة: نحن في الجزيرة نؤمن بأن أي دعوة لإغلاق أو عرقلة وصول قنواتنا ليست سوى محاولة يائسة لإسكات الرأي الحر ومنع الناس من حقهم في الوصول إلى المعلومة وإيصال صوتهم وتسليط الضوء على قصصهم. فإلى كل من طالب بإغلاق الجزيرة، نحن هنا أيضا لدينا مطالب. To those who demand that Al Jazeera be shut down and that people's right to the truth be suppressed, we too have demands. We demand journalists be able to do their jobs free from intimidation and threat. نطالب أن يحفظ للناس حقهم في الوصول إلى المعلومة دون انحياز ولا تدليس. نطالب بإسماع صوت المهمشين والمنسيين في أصقاع العالم. We demand diversity of thought and opinion be cherished, not feared. We demand journalists aren't treated as criminals. We demand. We demand. We demand press freedom.
نطالب بحرية الصحافة. هذا وقد أطلقت شبكة الجزيرة عدة وسوم باللغتين العربية والإنجليزية لترافق هذه الحملة، من بينها وسم نطالب بحرية الصحافة وهو باللغة العربية، وهاشتاج demand press freedom باللغة الإنجليزية، فضلا عن الوسوم السابقة الصحافة ليست جريمة، وهاشتاج أن تكون صحفيا ليست جريمة، وأخيرا وسم journalism is not a crime. وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً واسعاً على الوسوم التي انتشرت بها خاصة على تويتر، حيث غرد الإعلامي القطري جابر الحرمي مرة أخرى قائلاً: من مفخرة الإعلام الجزيرة إلى أعضاء الحرية، الحقيقة لن تخفيها خفافيش الظلام. فيما كتب مشاري الغدير قائلاً: على وسم نطالب بحرية الصحافة، بكل بقعة كل شخص له حق في الوصول للمعلومة والرأي والرأي المضاد، وأخيراً اتخاذ قراره، العالم حر والصحافة حر وأنا حر. ونشر حساب صرخات صامتة على تويتر قائلاً: الدول القمعية والقائمة على الاستبداد لا يهز أركانها سوى توعية الشعوب ونقل الحقيقة المرة، لذا نطالب بحرية الصحافة. حساب آخر باسم مطر بالمدهوس يقول: بالأمس كانوا يفخرون بحرية الرأي والصحافة والشفافية، واليوم نرى مهاجمة غير طبيعية لكبت الإعلام الحر والأقلام الحرة على وسم نطالب بحرية الصحافة. أيضا يوسف العمادي قائلا: الجزيرة كانت وستظل نبراسا للإعلام الحر في الوطن والعالم العربي، نطالب بحرية الصحافة. فيسبوك هو الآخر شهد تفاعلاً لهذه الحملة على نفس الوسوم. نتابع تدوينة نور الدين التي يقول فيها: دعم الصحافة لحرية الشعوب المظلومة ليس جريمة، بينما الجريمة هي دعم الصحافة للانقلابات العسكرية، وذلك على وسم نطالب بحرية الصحافة وأيضاً الصحافة ليست جريمة. فيما يرى أحمد عبد الله قائلاً: على وسم قناة الجزيرة عملت على إبراز رأي الشعوب ومواقف الحكومات واختلفت عن باقي المنظومات الإعلامية بتقديم الرأي والرأي الآخر. أمال عبد الملك هي الأخرى قالت: نطالب بحرية الصحافة، إعلان صحفي راق يبين أهداف قناة الجزيرة والوصول للحقيقة بصوت الشعوب. الآن دعونا نتابع أبرز الصور التي جاءت على تلك الحملة، فلنتابع. الذكرى الرابعة للانقلاب الثالث من يوليو في مصر بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يدخل الانقلاب العسكري في مصر اليوم الاثنين سنته الرابعة، وذلك بعدما انقلب الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، في ضربة قاسمة لأول مكتسبات ثورة يناير، والتي كانت انتخابات نزيهة. وبعد أربع سنوات من هذه الذكرى يبدو المشهد العام في مصر مثقلا بالانتهاكات التي طالت مختلف أشكال الحريات الفردية منها والجماعية. لكن كيف كانت أبرز محطات انقلاب الثالث من يوليو في مصر؟ دعونا نتعرف عليها من خلال الفيديو التالي من إنتاج وحدة الإعلام الجديد بالجزيرة مباشر.
تفاعل المدونون المصريون والعرب حول ذكرى الانقلاب العسكري في مصر عبر عدة وسوم، من بينها وسم 3 يوليو. يعني إيه؟ ونبدأ بتغريدة أستاذ العلوم السياسية محمد مختار الشنقيطي، والذي قال على هذا الوسم: 3 يوليو يعني جولة أليمة من المعركة الطويلة في سبيل الحرية، وهي معركة ستنتهي بسقوط عروش حارب أهلها حرية الشعوب خارج حدودهم بطرا ورياء للناس. تغريدة أخرى من جسمين فوزي تقول على نفس الوسم: 3 يوليو يعني ذكرى الخيانة والغدر والقتل، قسمت الشعب وأوغرت الصدور واستحلت الدماء والتنكيل والأسر والفسادة، خيانة وطن وسرقة الحلم والأمل. فاطمة هي الأخرى تقول على نفس الوسم: يعني البلد ضاعت والعسكر قاعدين 60 سنة تاني، وسلم لي على جبهة الخراب وتمرد نفر نفر. وتغريدة من حساب الظالمين أو ضد الظالمين والخونة على نفس الوسم يقول: تأديب الشعب المصري لقيامه بثورة يناير. تغريدة أخرى من شيماء محمد تقول فيها: يعني مؤامرة متكاملة الأركان على أول رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب بمساعدة دول خارجية ومؤسسات داخلية ونخب جاهلة. تغريدة من حساب أنا إنسان على وسم 3 يوليو يقول: مصر دولة محورية في المنطقة، بانقلاب مصر انقلبت المنطقة كلها ودارت حسب التوقيتات أو حسب التوقيت السيسي في اتجاه عكس عقارب الساعة، الخراب سيجتاح الجميع. أخيرا دعونا نشاهد أبرز الصور التي تم تداولها تعليقا على هذا الموضوع، فلنتابع. هذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاق قد انتهى. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير، أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاق. لكم تحياتي أنا حياة يماني، وإلى اللقاء.